طيب في خبر تاني برضو مؤسف جدا، أن في معلمة خاصة بمدرسة خاصة في إمبابة بتتسبب في قطع 10 أوردة من إيد طفل. احنا مش عارفين يعني إمتى الكوارث اللي بنشوفها في المدارس، ولسه عمالين نتكلم بقالنا كتير عن تطوير التعليم، بنسمع عنها كل يوم في المدارس مصيبة. أحمد إسماعيل ولي أمر الطالب سنة أولى ابتدائي في مدرسة الجمعية الشرعية التابعة لإدارة إمبابة التعليمية، قال إن ابنه تعرض لقطع في 10 أوردة في إيده الشمال نتيجة قيام مدرسة اللغة العربية بسحب السبورة من إيده بسبب إن هو قاعد بيرغي مع زميله في الفصل. الواقعة بتقول إن حسب اللي أكده يعني ولي أمر لليوم السابع، إن بعد قيام المدرسة بترك الفصل وتكليف أحد الطلاب للبلاغ عن أي طالب، زي طبعا ما انتوا فاكرين أكيد وقف على الفصل وشوف لو حد بيتكلم على طول، بعد لما رجعت الطلاب بلغوها إن الطفل محمد هو الوحيد اللي اتكلم في الفصل. راحت المدرسة الظريفة راحت ضرباه ووقفته قدام الفصل وشدت السبورة من إيده اللي كان ماسكها في محمد بالقوة، وتسببت في قطع 10 أوردة من إيده الشمال، وتم نقله للمستشفى الصحي للتعليمي على طول. طب هنفترض إن هو غلطان، إن هو ما التزمش بالنظام، مش ممكن اتعامل معاه بالضرب ابدا، مش ممكن حتى يعني مش هقول لك بقى تقطعي شرايينه، يعني مش ممكن تتعامل معاه بالعنف ده، ده اسلوب غريب جدا، ما كانش عمره ما كان حل ولا هيبقى حل. ممكن تعاقبيه، ممكن تزعقي له، ممكن توقفيه بره الفصل شويه، انما يعني الناس بعتها ولادها تتعلم مش تتعذب. طيب انا معايا احمد اسماعيل والد الطالب محمد. الو الو، طيب الخط قطع. معانا مين يا جماعه؟ طيب احنا هنحاول نرجع نتصل بيه مره تانية، بس لان طبعا الواقعه دي ما ينفعش يتسكت عليها، لازم حد يتم التحقيق فيها. وطيب احنا معانا الاستاذ محمد عبد الودود مدير اداره شمال الجيزه التعليميه. الو يا فندم، مع حضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا. طيب استاذ محمد، الواقعه طبعا يعني شرحه نفسها مؤسفه جدا وما فيهاش اي نوع من انواع المهنيه. فندم انا دلوقتي بكلم سيادتك من داخل مدرسه الجمعيه الشرعيه، ومعايا اعضاء الشؤون الفنيه للتحقيق في الواقعه، وانا حاضر بنفسي عشان نشوف ايه، نشوف ايه اللي لو فيه ثبتت على ايه على الاستاذه. الواقعه يا فندم هيكون في اجراء فوري وحازم. يعني دلوقتي بيتم التحقيق. انا طيب بكلم سيادتك، جايز حضرتك تسمعي ايه صوت المدرسه، وانا موجود في المدرسه الجمعيه الشرعيه. اتفضل. انا موجود في المدرسه دلوقتي، حضرتك داخل المدرسه. طيب يا فندم، اعضاء الشؤون القانونيه يا فندم. طب حضرتك بتقول اذا ثبتت الواقعه على المدرسه هيتم اتخاذ اجراء معاها، زي ايه الاجراء ده يا فندم؟ يا فندم ايه ده، طبعا الشؤون القانونيه بتاخد الاجراء بتاعها، ليها قرارها. انا ما اديش قرار دلوقتي سيادتك، بعد ما تنتهي التحقيقات، بعد انتهاء التحقيقات حضرتك يتم اخذ الاجراء القانوني اللي يتناسب ايه مع الجرم نفسه او مع الواقعه نفسها. حضرتك شفت الولد؟ لا يا فندم، الولد لا مش موجود النهارده في المدرسه. ما حدش كلم حضرتك من اهله مثلا او قال لك حاجه بخصوص الواقعه؟ يا فندم انا الواقعه عرفت بها ايه امبارح، لان المدرسه ما ايه ما كلمتناش، ما اتصلتش يوم الخميس في نفس الواقعه. يعني مفيش حد من الاداره يا استاذ محمد راح الولد شاف ايده متعوره فعلا وما اطمنناش عليه لغايه دلوقتي يعني ولا ايه؟ كان الموضوع حضرتك كان يوم الخميس موافق 20/10. كان يوم الخميس. طب النهارده الاثنين؟ يوم اليوم الدراسي. المدرسة ما بلغتش الإدارة التعليمية، المفروض احنا في تعليمات بنقولها لكل المدارس إن لابد مهما كان فيها عند حضرتك أي شيء يحدث في المدرسة سرعة إبلاغ الإدارة التعليمية. المدرسة لم تبلغ الإدارة التعليمية، تم الإبلاغ امبارح في نهاية اليوم. لما تم الإعلام بخصوص إيه الواقعة. على السرعة تم تشكيل لجنة، واللجنة دي معايا من الشؤون القانونية للتحقيق في الموضوع. طيب فندم حضرتك عندك فكره مكان المدرسه اللي تدعى صفاء اللي عملت الموضوع ده فين دلوقتي؟ مكان المدرسه؟ المدرسه يا فندم مش موجوده النهارده، هي المدرسه خدت اجراء بخمس ايام جزا ليها، فهي مش موجوده النهارده. فاحنا جايين باللجنه، هي مش موجوده النهارده. بعد كده هيتم استدعائها للديوان الاداره التعليميه. طب حضرتك معلش، حضراتكم بتحققوا مع مين دلوقتي؟ بناخد اقوال التلامذه، وبناخد اقوال ايه المدرسين ومدير المدرسه. مدير المدرسه وكل من له معني بالموضوع يا فندم. طيب التفاصيل اللي حضرتك سمعته لغايه دلوقتي ايه؟
انا لسه يا فندم داخل من 10 دقايق. تمام يا فندم. دلوقتي من 10 دقايق. طيب عدم ابلاغ المدرسه بالواقع، عدم ابلاغ المدرسه لاداره الاداره اداره شمال الجيزه التعليميه بالواقع. اي يا فندم تعتبر مخالفه تحسب على المدرسه. دي لوحدها مخالفه مش كده يا فندم؟ تعتبر مخالفه طبعا. دي مخالفه، ده غير بقى الموضوع الثاني ان لازم يتخذ اجراء مع المدرسه دي. بالظبط يا سيادتي، بالظبط يا فندم. طيب بص يا استاذ محمد خليك معانا معلش عشان احنا يعني اتصلنا بالاستاذه المدرسه وهي بتقول ان هي ان الكلام ده ما حصلش والولد هي معانا. الو السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك معلش هما بيبلغوني حضرتك قلتي ان الكلام ده ما حصلش. ما حصل، اقسم بالله العظيم ما حصل. الولد كان معاه سبوره صغيره دي مطلوبه من التلاميذ علشان بيتملوا عليها. السبوره دي ليها اربع براويز، اربع براويز، هي السبوره ليها اربع براويز كده من الجناب علشان يشموها، براويز بلاستيك. في برواز منهم اتخلع، لما اتخلع سن السبوره بان طلع صاج، طبعا دي مش باينه وهي متداريه. الولد حاول يركب البرواز ده، هو اللي عور نفسه والله. بس اي طفل بيخاف من اهله لا بصي يا استاذه، يا استاذه ده ولد في سنه اولى ابتدائي هيفكر بالطريقه دي ويعور نفسه؟ اقول لحضرتك حاجه، لا هو مش قصده طبعا يعور نفسه، انا مدرسه بقالي 37 سنه. مفيش شكوى ضرب جات لي في ال 37 سنه طبعا. بس الكلام اللي في الخبر وفقا لليوم السابع بيقول ان حضرتك ضربتي الولد. هقول لحضرتك والله ما حصل، لاني ولي الامر شغال في روضه اليوسف ودول زمايله حبوا يجاملوه، والله ما حصل. اسالوا اداره المدرسه عليا وافتحوا ونفي الوظيفي، لو لقيتوا فيه لفت نظر واحد او شكوى واحده يبقى ليكوا الكلام، اسالوا عليا. انا جده، انا سني 54 سنه، بقالي 37 سنه اشتغل مدرسه، بدليل ان انا بقالي 15 سنه ممسكني سنه اولى، لاني بالي طويل جدا وبحب الولاد جدا جدا جدا، وهو ده بالذات بحبه جدا لانه ما شاء الله ليمت كده ومتكلم. بس اي طفل بيحب ينقش في الحاجه اللي معاه، بيحب يلعب، طبعا هو مش قصده يعور نفسه، ده مش حد قصده ابدا يجرح نفسه. وانا اول ما لقيته بيتعور خدت منه السبوره بحذر طبعا، لحسن لو جت حد جنبه كانت هتعمل كارثه، وخدته جري، انا كنت هتكعبل على وشي وانا بجري على السلم بيه. مدير المدرسه قام اتنطر من على الكرسي وجاي يخرج مدرس معاه عربيه وكيل المدرسه وقال لهم اجروا على اي مستشفى وباي تكاليف واي مصاريف، وقال لي وريني السبوره دي متحفظ عليها. حضرتك لو في وقت او في فرصه بستنى في المستشفى، لو في وقت السبوره تتصور وتنزل في القناه واولياء الامور يشوفوها، حتى يحتاطوا لو ولادهم جايبين سبوره زي كده يشيلوا البرواز ويشوفوه، لان اتضح ان تحت البرواز. انت سالتي على الولد وطمنتي عليه بعد كده يعني ولا؟ طمنت عليه ورحنا له وبعت اهلي ورحت عشان اطمن عليه وليه المدرسه راح له البيت. انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. الولد ده ليك ولد كان السنه اللي فاتت عندي، والام اتخانقت مع اداره المدرسه عشان ولادها هيجوا عندي من سمعتي، قالت له لو سمحت لا اما او لصفاء دي يا اما بلاش، لو سمحت انا عايزه ولادي عندها. انا بقالي 37 سنه مربيه، عمري في حياتي ما جات لي شكوى ضرب. انا ولد حب اقسم بالله، اقسم بالله، اقسم بالله. امال انت تفسري بايه حضرتك الكلام اللي كتب بالطريقه دي؟ هو بقول لحضرتك هو الاب شغال في روزا اليوسف ودول زمايله، ان حته الوساطه نفسنا مبطلها. شغال ايه في روز اليوسف؟ شغال فني. الزمايل بيجاملوا بعض على حسابي. الظلم ظلمات يوم القيامه يا جماعه. ده الراجل حق قصائد شعر المدير المدرسه، قال له احنا مغتابين الابله بالاسم، ابني كان عندها السنه اللي فاتت وطالع ممتاز من تحت ايدها، ما شخصتش فيه شخطه. وهو الولد ده ليه اخت في الفصل، ما بشخطش فيهم شخط، انا ما بحبش الضرب خالص. أنا 54 سنة مش صغيرة. طيب بص يا أستاذة، صغير أنا خبرة، لو حضرتك تستضيفيني وأجيب السبورة معايا وأعرضها على المشاهدين، لأني أنا في حالة سيئة بقالي أربع أيام، أنا في حالة سيئة للغاية. والله ما حصل، والله ما حصل، والله ما حصل. طيب اسألوا حلفوا ولي الأمر، قولوا له أنت اللي اخترت الأبلة دي ولا لأ؟ كان ابنك السنة اللي فاتت الكبير عندها ولا لأ؟ كانت بتعامله إزاي؟ كنت بتقولوا عليها ايه؟ انا راضيه بالله، كنت حلفوه بالله يقول في حقي، يقول بس يقول عليا ايه؟
هو الاستاذ محمد عبد الودود مدير اداره شمال الجيزه التعليميه قال لنا الموضوع قيد التحقيق. فهو الموضوع قبل ما حضرتك بس تقولي استضيفوني واجيب السبوره معايا ان حضرتك الموضوع لسه قيد التحقيق، ما اقدرش اعمل اي حاجه غير لما التحقيق يتم ونشوف ايه اللي حصل بالظبط. انا اتعامل معايا امبارح ثلاث تحقيقات في المدرسه. امال هو الاستاذ محمد بيقول انه انت قابلتيه؟ قابلتي الاستاذ محمد عبد الودود؟ هو في طبعا انا ما اعرفش اسامي اللجان اللي جايه. مدير اداره شمال الجيزه يا فندم. ايوه اتحقق معايا امبارح من شمال اداره شمال الجيزه. عشان هو بيقول ان انت مش موجوده النهارده في المدرسه. لا انا مش معانا في المستشفى يا فندم، بقول لحضرتك انا عندي نيويورك في المستشفى الوقت. انا جالي من السفر بصراحه الشغل. تمام. انت تقولي وانا دلوقتي في مستشفى السلام ولا ايه المحلل وحاجات اني بقيت اعوج. طيب. انا مربيه، انا بقى لي 37 سنه مدرسه، يسالوا يقولوا ورونا ملفها، في شكوى واحده جت فيها؟ في غلطه جت فيها؟ تمام. انا ابني مهندس وبنتي دكتوره. هل أنا وبعدين انا كافره عشان اعمل كده في طفل؟ ده طفل خمس سنين. ده انا لو ما عنديش قلب خالص مش هعمل كده خالص. انا عايزاكم بس تحدثوا. طيب احنا الحادث قيد التحقيق يا استاذه، واحنا أيوة. للامانه يعني انا حبيت اسمع منك، وسمعنا كمان من شويه من الاستاذ محمد عبد الودود. كلمه اخيره بعد اذنك. اتفضلي. يا ريتني بطل الوساطه والمجامله، لان زمايله بيجاملوه والقص. طيب هو احنا للامانه بس كلمناه الاستاذ احمد اسماعيل والد الطفل، وهو رد علينا وبعد كده الخط اتقفل. انا مش عارفه ايه اللي حصل بالظبط. انتوا حلفوه بالله قولوا له ابنك الكبير كان عندها ولا لا؟ يا استاذه التحقيق، هو في حاجه اسمها كده؟ هو في حاجه اسمها تحقيق هيتم وهنشوف ايه اللي حصل بالظبط. انا بشكرك ان انا سمعت منك، وقريبا هنشوف بس الاستاذ احمد اسماعيل قفل تليفونه ليه، ما سمعناش منه ليه. وحق الرد ليه مكفول طبعا، حق الرد على كل الكلام اللي اتقال ده مكفول تماما. واحنا كمان سمعنا من الاستاذ محمد عبد الودود مدير اداره شمال الجيزه التعليميه عشان نعرف القصه بالظبط تفاصيلها ايه وابعادها ايه. عموما كل ده مش مشكله، المشكله دلوقتي الطفل اللي حصل معاه الحادث ده يبقى بخير ويبقى كويس، والتحقيقات ماشيه وهي اللي هتثبت مين اللي غلطان ومين اللي مش غلطان. بس في النهايه الطفل هو يعني اللي اتاذى، بغض النظر بقى عن ان المدرسه غلطانه الاب غلطان مش عارف مين غلطان، بس هو الطفل اللي اتاذى ولازم يتخذ اجراء مع المدرسه ككل. كمان ان هي ما بلغتش الاداره التعليميه بالحادث اول ما